السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما كتشوفوا معايا الشدة يا اختي، الشدة الشدة الشدة. شكون اللي عاقل معايا مزيان على هاد الشدة؟ اللي عاقل يكتب لي في الكومنتير ويقول لي راني عاقل على ديك الشدة. هانتوما اختي، هانتوما. وهادشي اللي كاين دابا، جيت الكربونيطة وقلت نكمل معاكم البلوك ولا فيديو، بلوك ولا فيديو بحال بحال. وها انتم كيف ما كتشوفوا، انتم يا اختي الاجواء والشده الشده 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 جاتني خطيره. انتم كيف ما كتشوفوا، انا غنعاود نقلب الكاميرا وتشوفوا يعني كيف دايره من تحت. انا غادي نشد لكم دابا يكتشفوا. انتما كيف ما كتشوفوا من ليا راه كاينين الديور. وهنا يا اختي الغروب، كنموت انا على شي حاجه سميتها شويه مظلمه. غروب يا اختي، انتما راني ماشيه وكنصور. هاد البلاصه سميتها كارابونيطا. دابا المتتبعات ديالي غادي نمشي للدار وغادي نعمر واحد البريري ديال اتاي فاعل سارك، وجبت قبيله ديك لي بات ديال البيتزا غادي نصوبها في الدار. وهادشي اللي كاين، غادي نمشي ناكل اللي الا بقى ليا الحال. اظن غادي نخرج نجيب الدجاج حيت الدجاج تقاد عليا، ما بقاش لي الحال. غادي نجلس حتى لغدا ونكمل التقضيه. هذوك اليوم تقديت، درت المارشي، تقديت شويه البطاطا شويه ديال الخيزو شويه شويه، وما يمكنش لي نصور تما. داك الشيء علاش انا قلت اليوم كنت زعما الدجاج تغسل وارجع للثلاجه. وداك الشيء اللي كاين، هادشي اللي كاين غادي نقول لكم دابا. نهاية الفيديو، السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي مع شي حاجة جديدة. باي باي.